اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج امنيه مصريه. الاعراف والتقاليد الجامعيه، الجمله دي لفتت نظري وانا بقراها في تصريح للدكتور حسين مغربي القائم باعمال رئيس جامعه بنها. هو كان بيتسال عن موقف الجامعه من السماح للطلاب قبل بدء العام الدراسي بالدخول بالبنطلونات المتقطعة ومنع التدخين داخل الجامعات. بس علشان نعمل ده لازم يكون بقانون وضوابط. العنوان اللي بره شدني لانه كان بيقول منع البنطلونات المقطعة من ارتدائها داخل الحرم الجامعي. انا الحقيقة مع حرية الفكر، حرية اللبس، حرية العمل السياسي. أنا مع أي حرية في إطار اللي قاله الدكتور حسين، بس في حاجة اسمها قانون. هو اتكلم عن العرف والتقاليد. أنا لما قريت العنوان اعتقدت أنه سيتم المنع بالقانون، لكن لقيت كلام الدكتور هو في تفاصيل خبر بيتكلم عن العرف والتقاليد والنظام. أنا مع حريتك كطالب في إنك تاكل اللي أنت عايز تاكله، تلبس اللي أنت عايز تلبسه، تسمع المزيكا اللي أنت عايزها، لكن ده كله بيكون داخل إطار. في الجامعات في حاجة اسمها Code of Conduct. Code of Conduct يعني ده ديل ما بين الطالب والجامعة بيمضي عليه الطالب. الديل ده بيحط قوانين الطالب بيلتزم بيها. حصلت حدوتة في إحدى الجامعات الأجنبية أنا كنت بعمل فيها، إن جالت بنت كان في الصيف في السمر كورس، جات لابسة يعني سموها جوب قصيرة، سموها شورت طويل في الحتة دي كده. فعامل الأمن على باب الجامعة قال لها ممنوع الدخول. قالت له ممنوع الدخول ليه؟ قال لها ده ممنوع. قالت روح كلم أبويا في البيت. فعامل الأمن كلم أبويا عشان هو اللي وافق إنها تنزل كده. عامل الأمن أخدها لمكتب المسؤولين في الجامعة. فالبنت قالت لهم فين اللي أنا مضيت عليه يقول إن أنا ملبستي جيب فوق الركبة. فتحنا الكود أوف كوندكت، طلع المكتوب إن يلتزم الطلاب باللبس الملائم للحرم الجامعي. قالت وأنا شايفة ده ملائم وأنا عيلتي شايفة إن ده ملائم. يبقى هنا إحنا عندنا مشكلة، إن ما ينفعش إن إحنا نترك المعايير لوجهات النظر المختلفة. أنا ده جامعة اسمها حرم جامعي، يبقى عايزين نطبق قانون على الأولاد، يبقى القانون ده يكون مكتوب والأولاد يمضوه. لأن إحنا مش مع إنهم يلبسوا زي ما إحنا عاوزين ونقول إيه البنطلون المقطع ده لابسينه ليه؟ لأن الحقيقة اللي بيقولوا كده هم في السبعينات كانوا بيلبسوا البنطلونات شارلستون أو الإلفنت ليج، وكان لونها الحقيقة كان ديولين موضة، وكان لونها بامبا وأخضر وأحمر، وكانت الرجالة بتطول شعرها وكل حاجة. النهاردة اللي بينقضوا هم دول اللي في زمن يمكن كناش اتولدنا من سنين كانوا هم اللي بينقضوا الولاد. الولاد من حقهم الشباب يبقى عندهم مساحة منهم يعملوا أي حاجة مختلفة شوية طالما ما بتضرش الآخر. لكن لما يجي حد الجامعات يبقى لازم ما اعتمدش على العرف والتقاليد، لأن العرف والتقاليد للأسف بيتغير. يبقى بعتمد على النظام والقانون، ولازم يتكتب النظام والقانون ويعلن بيه الداخلين الجامعة، يا إما هيبة الجامعة
هتروح. في إطار النظام والقانون إنك تحترم أستاذك وتحترم دراستك وتحترم زميلك أو زميلتك، تحترم الموظف أو العامل اللي بيخدمك، ده مش هيفقد حد حريته، بالعكس ده هيخلينا كلنا نتعامل إن إحنا بنحترم كل شيء، وده بينعكس على حياتنا كلها سواء وإنتوا جوه الجامعة أو بعد الجامعة. العرف والتقاليد حاجة، والنظام والقانون حاجة تانية. خلي بالك انت لو رايح تركن عربيتك في شارعك وفي ذهنك الاحترام والتقاليد والعيب، مش هتخانق مع واحد ركن قبليك، لكن لازم يكون في كمان قانون بيقول ان المكان ده ممنوع نركن فيه، وممكن يكون كان مسموح نركن فيه السنة اللي فاتت. ما اقدرش اقف ضد القانون واقول ما العرف كان بيقول ان احنا بنركن هنا كل مرة. لا، القانون والنظام بيتغير. لو رحت محطة المترو تقطع تذكرة ولقيت طابور واقف ولازم تقف في دورك، يبقى انت بتتبع ايه؟ النظام. بعد شوية النظام ده من كتر ما هنعمله أتمنى يبقى ده العرف في حياتنا. قيس على كده بقى كل حاجة في حياتنا. كان زمان الزوجة والزوج كان كل حاجة بينهم ماشية بالاحترام، إنما اللي حصل إن العنوان ده بدأ يتلاشى، الاحترام والعرف والتقاليد بدأوا يختفوا. أكيد لو كانوا موجودين مش هنلاقي نسب الطلاق وصلت 40% سنوية. لو اللي راكب عربيته على الدائري على المحور عارف إنه مش ماشي لوحده وإن في احترام للقانون، مش هنلاقي كم الحوادث اللي إحنا بنشوفها. لابد أن نحترم القانون، ما نطلبش من الطلبة والشباب يحترموا عرف وتقاليد مفيش بيه قانون، وإحنا اللي بنطلب ده ما بنحترمش لا العرف ولا التقاليد ولا حتى القانون. أمنية مصرية أنا بتمنيها وبتمنى إن إحنا نعيش فيها، بتمنى إن إحنا نرجع تاني نعيش زي مصر زمان بالعرف والتقاليد والعادات وفوقهم القانون. ده اللي بتمناه لمصر.